نابولي يقدم عظمة في الدوري الإيطالي، يسيطر على أرقام الكالتشو ويتصدر بفارق شاسع عن أقرب منافسيه. فهل سيكون موسم التتويج الثالث بالسكوديتو بعد غياب أكثر من 30 سنة؟ موضوع حلقة جديدة من ملاعب وأهداف. نابولي يقدم هذا الموسم في الدوري الإيطالي باعتراف الكل أفضل كرة قدم تقريبا في إيطاليا، هذا مما لا شك فيه، ومن أفضل الفرق التي تلعب كرة قدم جميلة وممتعة في أوروبا. أرسنال، سيتي، ليفربول غائب شوي، ومعها أكيد نابولي باعتراف الجميع. نابولي في دوري أبطال أوروبا تأهل متصدرا للمجموعة، بالمناسبة في مجموعة فيها ليفربول، الناس اللي ذاكرة. الدوري الإيطالي هذا الموسم نابولي بعد 20 مباراة لم يتلقى إلا خسارة وحيدة وتعادل مرتين فقط، وتصدر تقريبا، مش تقريبا، اكيد بفارق 13 نقطة كاملين عن انتر ميلان الملاحق. والصدفة في الموضوع انه انتر ميلان هو من كبد نابولي الخسارة الوحيدة هذا الموسم. نابولي هذا الموسم فاز على يوفنتوس 5 باستعراض على ملعب نابولي، طبعا في مباراة تألق فيها طبعا اكيد كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين، هنحكي عنهم، لكن هنحكي في العموم على صفقات نابولي. صفقات نابولي هذا الموسم كلفت الفريق فقط 80 مليون يورو في الصيف، بخلاف أوسيمين، لأنه أوسيمين تقريبا له سنتين أو زيادة كمان مع الفريق، لوحده كلف 75 مليون، هنحكي كيف وصل لل 75 مليون. عوضت غيابات كثير إدارة نابولي بذكاء شديد. فريق غادروا فابيان رويز لاعب الوسط الإسباني المهم، كاليدو كولوبالي، مارتينيز البلجيكي، وإنسيني أحد أهم لاعبي الفريق في المواسم السابقة، لكن إدارة الفريق بتعاقدات بتكلفة بسيطة جدا عوضت هذه الغيابات بالاختيار الصحيح، عوضت باختيارات واعدة لكنها أثبتت نجاحها هذا الموسم. طبعا أبرزهم كفاراتسخيليا، هذا الجورجي الذي أصبح معشوقا في مدينة الجنوب في نابولي، يطلقون عليه الآن كفارادونا تيمنا بمارادونا الذي قادهم لآخر لقب في السكوديتو عام 90. طبعا ايضا لعشاق الدوري الايطالي بيحفظوا التاريخ وبيحفظوا قديش الناس ارتبطت بنسخه نابولي مع مارادونا. في حال تتويج نابولي بالدوري الايطالي سيكون اللقب الثالث بعد غياب 30 سنه زي ما حكينا، لكن هذا يمر اكيد بكثير من العوامل، منها اهم واهمها استمرار تالق كفاراتسخيليا وأوسيمين. بالنسبه لكفاراتسخيليا، هذا اللاعب الجورجي اللي فجاه اصبح مطلوب من كل الفرق الاوروبيه الكبيره، وسعره اكيد حيتخطى ال 100 مليون بالأسعار اللي بنسمعها، لا أقل شيء ينحط فيه 100 مليون طبيعي جدا. وأبرز الفرق المهتمة حديثا هي مانشستر سيتي، وأكيد على رأسها ريال مدريد، لاعب أكيد حيتخطى ال 100 مليون، لكن بكم أجل لنابولي؟ ب 10 مليون يورو من فريق جورجي. الفريق الجورجي هذا جاء له كفاراتسخيليا من روبن كازان الروسي في مارس من العام الماضي، ولعب 3 شهور فقط في فريق الجورجي بعد ما فسخ عقده مع روبن كازان الروسي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عندما أعطى الاتحاد الأوروبي الحق للاعبين فسخ عقودهم مع الأندية الروسية بالمناسبة. حينها استغل هذا البند، انتقل إلى جورجيا أو عاد إلى جورجيا، مالوش في جو الحرب يعني، بده جو أكثر هدوء. تألق في جورجيا، ذهب إلى نابولي بعشرة مليون يورو في ظرف نصف موسم تقريبا. كفاراتسخيليا سجل 7 أهداف وساهم بعشر أهداف أخرى كصناعة، أكثر من 15 هدف في نصف موسم لكفاراتسخيليا، فهو أهم لاعب في الدوري الإيطالي، أهم لاعب أو من أهم لاعبي نابولي، لأنه في لاعب كثير تاني مهم جدا وهو فيكتور أوسيمين. هذا اللاعب النيجيري، القاطرة النيجيرية، وحش نيجيري بصراحة، مهاجم فتاك بكل معنى الكلمة، هذا الموسم انفجر، تألق المواسم الماضية لكنه هذا الموسم انفجر بكل معنى الكلمة. سجل حتى اللحظة 14 هدف ويتصدر طبعا رصيد ترتيب الهدافين يعني في الدوري الإيطالي ب 14 هدف، وخطورة مستمرة على المرمى تقريبا مرعب للحراس والمدافعين في إيطاليا. قدم مباراة عظيمة أمام يوفنتوس، لأنه الناس كلها تابعت المباراة هذه على وجه التحديد، لأنه تألق فيها وسجل هدفين، كان من أحد نجوم المباراة إلى جانب كفارة. طبعا هذا اللاعب النيجيري بالمناسبة قصة قصيرة، يعني مثله مش مثل كل أو معظم يعني هذاش كل معظم اللاعبين الأفارقة، خض يعني طفولة بائسة جدا، كان ببيع مي بالمناسبة، أيوة بالفعل ببيع
مي، ببيع مي مع أهله. أكاديمية منتخب نيجيريا 17 سنة، من ثم انتقال لفولفسبورغ الألماني، انتقال بالمناسبة لم يكن ناجح، توجه لم يكن ناجح لأنه ألمت به إصابات عديدة، منها إصابات فيما يتعلق بالبدن، إصابات في الملعب، وأصيب بالملاريا بالمناسبة، قد كادت تقضي على مستوى على حلمه الكروي بالمناسبة، يعني بعد أكيد لخطر على الحياة بشكل عام، لكن كرويا كادت تقضي عليه الملاريا، لأنه كثير أندية رفضت أصلا بالملاريا مع فولفسبورغ، ويعني موسمين تقريبا لم يقدم فيهما شيء. بعد ذلك وجد المخرج في فريق بلجيكي اسمه شورلوا، ممكن الناس تعرف أنه تاريخيا معروف الاسم، تألق، بدأ يستعيد فورمته البدنية كذا كذا كذا، انتقل لليل الفرنسي، وهي الخطوة الأهم، بداية تألق. تألق بشكل كبير مع ليل، أحد هدفي الدوري الفرنسي، مهاجم واضح جدا أنه قادم على الطريق، يعني دخل أندية كثيرة فيه. لكن الغريب لأنه نابولي بيدفعش بالمناسبة مبالغ كبيرة، الغريب أنه دولورنتيس رئيس نادي نابولي دخل ودفع 75 مليون يورو في أوسيمين. تقدمه من ليل بالبداية لم تكن جيدة، لكنه منذ موسمين تقريبا، الموسم الماضي وهذا الموسم، يقدم مستويات مذهلة مع نابولي، وهو وكفارتسخيليا واللاعبين الآخرين، أكيد لاعبين منهم كثير لاعبين مميزين، أصبح ملقى على عاتقهم مسؤولية إعادة أمجاد نابولي بعد أكثر من 30 سنة من الغياب عن سكوديتو. نابولي بأقدام هؤلاء اللاعبين هو المرشح الأبرز للفوز بالدوري الإيطالي بالمناسبة هذا الموسم. أكيد لابد أن لا نغفل في هذه اللحظة مشاكل الدوري الإيطالي وكل الفرق الإيطالية، أبرزها يوفنتوس، ميلان التائه، إنتر ميلان المتذبذب. فبالتالي نابولي يقدم كرة قدم عظيمة جدا، يقدم كرة قدم مذهلة مع سباليتي، المدرب سباليتي الذي لا يمكن أن نتغاضى عن دوره الكبير، يعني بيلعب كرة جميلة جدا جدا جدا، يصل الفريق إلى حد الرعب صراحة للمنافسين تحت قيادة سباليتي، رغم تجاربه ليست بالمبهرة مع الفرق الأخرى، لكنه مع نابولي صراحة نسخة مختلفة. نابولي هذا الموسم هو ممتاز، والفرق الإيطالية أيضا لا تقدم، الفرق الإيطالية الكبيرة لا تقدم أفضل مستوياتها، فبالتالي هو المرشح منطقيا حتى اللحظة للفوز بالدوري الإيطالي المرة الثالثة في تاريخه بعد 87 و90 تحت قيادة مارادونا. فهل سيكون كفارادونا هو الملهم الجديد لنابولي بعد مارادونا؟